يكلمك بعد كده على حاجه اسمها الاوبريتنج سيستم ستراكشر او تكوين الاوبريتنج سيستم. يكلمك على تعريفين كده او تو كونسبتس مهمين جدا، حاجه اسمها المالتي بروجرامنج والحاجه الثانيه اسمها التايم شيرنج او المالتي تاسكينج. طيب ايه الفرق بينهم؟ يقول لك ان المالتي بروجرامنج ده اتعمل لان المستخدم الواحد او واحد من المستخدمين ما يقدرش ان هو يحتفظ بالسي بي يو او الاي او ديفايس بيزي اول ذا تايم. يعني ايه من الاخر؟ يعني سيادتك مثلا عملت بروسيس شغاله بتكسكيوت بروجرام دلوقتي، والبروجرام ده عمل بروسيس على السي بي يو، ونفرض ان البروسيس دي كانت كبيره جدا، انت مثلا بتكسكيوت كود ماتلاب. اكواد الماتلاب معروف ان هي طويله وتاخد وقت، يعني مثلا ممكن الجوب الواحده تاخد لها مثلا بتاع نص ساعه. فتخيل لو كان السي بي يو بينفذ مهمه بتجيله وبيفضل واقف عندها، كان زمان السي بي يو بتاعنا قعد نص ساعه مش عارف تعمل عليه اي حاجه تانيه غير الكود ده. فاتعمل حاجه اسمها المالتي بروجرامنج، وهي القدره على تشغيل اكتر من مهمه في نفس الوقت، او اكتر من بروسيس، او اكتر من جوب في نفس الوقت. الكلام ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق ان هو بيحطها كده في طابور، بيقسمها كده لسبست ويحطها في الميموري، ويبدا يعمل لها حاجه اسمها جوب سكادولينج او ترتيب للمهام. اذا فجزء من الاوبريتنج سيستم هو موضوع الجوب سكادولينج، ان هو يحط جوب 2 3 4 ويحطهم في ترتيب كده وياخدهم واحده ورا الثانيه، فيقول لك ايه ان وان جوب از بين اكسكيوتد وان افتر انذر. ده اللي بيعمله السي بي يو عشان خاطر ما يفضلش واقف على حاجه واحده. فاذا حصل بقى واحده من البروسيس ديت كانت واقفه بسبب ان هي مستنيه اي او مثلا، مستنيه انبوت او اوتبوت من يوزر، واقفه عشان هي بقى لها كتير شغاله، ففي الحاله دي بيعمل سويتش لجوبايه ثانيه عشان خاطر الاوبريتنج سيستم يفضل مشغل السي بي يو على طول. طبعا الموضوع ان هو ينقل على جوبايه ثانيه او على بروسيس ثانيه بسبب ان هي بقى لها كتير شغاله، دي حاجه اسمها التايمر وناخدها قدام في البروسيس مانجمنت. لكن حتى الان فلنعتبر ان احنا عندنا بروسيس مستنيه اي او من اليوزر بتاعها مثلا. لو هي مستنيه اي او والراجل اليوزر ده ما بيحطش اي او دلوقتي، هفضل قاعد مستنيه طول العمر؟ لا، بيعمل حاجه اسمها سويتش لجوبايه ثانيه لغايه ما لما يبقى يجي دورها ثاني ويدور على الانبوت بتاعها. التايم شيرنج بقى او المالتي تاسكينج هو لوجيكال اكستنشن لموضوع المالتي بروجرامنج ده، زي ايه؟ تصور او امتداد للتصور بتاعها. تصور كده ايه؟ تصور زي ما تقول منطقي للمالتي بروجرامنج. ازاي بقى؟ ان هو بيقدر يعمل سويتش للجوبات دي سو فريكوينتلي، يعني بطريقه سريعه جدا، بحيث ان اليوزر ده يقدر ينتراكت مع ايتش جوب وايل اتس رانينج كرييتنج انتراكتيف كومبيوتنج. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مش بس بقى يقدر ان هو يشغل اكتر من جوبايه في نفس الوقت، ده يقدر يشغل اكتر من جوبايه في نفس الوقت لاكتر من يوزر، بحيث ان ولا واحد فيهم يحس ان في تاخير او ديلي، فيقول لك ان الريسبونس تايم بيبقى اقل من 1 ثانيه. الريسبونس تايم لازم يكون قليل جدا من السي بي يو بحيث ان هو يوصل لواحد ثانيه. فلو جه كده قلت لك فرق بين التايم شيرنج والمالتي بروجرامنج، المالتي بروجرامنج ان انا اشغل اكتر من برنامج في نفس الوقت. التايم شيرنج ان انا اشغل اكتر من برنامج لاكتر من يوزر، حتى اسمه كده اسمه مالتي تاسكينج، او ان هو يقدر يعمل اكتر من تاسك في نفس الوقت. بيقول لك ان ايتش يوزر هاز ات ليست وان بروجرام اكسكيوتنج ان ميموري، يعني كل مستخدم للكمبيوتر يكون عنده جوبايه واحده بس، او بروسيس واحده بس، او بروجرام واحد بس بيكسكيوت في الميموري. وانس ان البروجرام ده بيكسكيوت في الميموري بنطلق عليه كده لفظ في الاوبريتنج سيستم اسمه البروسيس. اذا في البروسيس دي هي عباره عن بروجرام بيكسكيوت في الميموري. حتى لو جينا بصينا هنا مثلا على الكمبيوتر بتاعي مثلا تاسك مانجر اهو، فلو جيت مثلا رحت على كانت بتجاب ازاي، كان في واحده من دول بتقول مين الاونر بتاع كل اهو. مثلا لو جيت هنا في الديتيل زيت، هلاقي مثلا برنامج زي جوجل كروم. جوجل كروم هو شغال عن طريق يوزر نيم اسمه انستراكتور، لكن في سيرفيس ثانيه اسمها سي ار او سي اس ار اس اس، دي شغاله بسبب السيستم. بص في كام يوزر على الجهاز، في انستراكتور وفي سيستم وفي كمان نتورك اهو. اذا فكل دول يوزرز، كل واحد من دول بيرن بروسيس، يعني ران تايم بروكر ده عباره عن بروسيس شغاله في الجهاز، شغاله من اليوزر ده، فدي اسمها بروسيس. بعد كده يقول لك if several jobs ready to run at the same time، يعني لو في اكتر من مهمه جاهزه ان هي تعمل لها اكسكيوت، بيحصل حاجه اسمها سي بي يو سكادولينج. يعني لو الميموري مثلا فيها اربع جوبات داخلين على السي بي يو مره واحده، بيتعمل لهم سكادولينج زي ما انت شايف كده، 1 2 3 4 ويخش واحده ورا الثانيه. طيب if process بقى doesn't fit in memory، يعني انا بدخل process ضخمه جدا مثلا اكبر من 4 جيجا وما بتخشش في الميموري، بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه اسمها swapping، والسوابنج دي او التبديل، كلمه swap معناها تبديل، فبيموف them in and out to run. يعني ايه؟ يو جاي واخد مثلا جزء من البروسيس دي يحطها في الميموري يعمل لها اكسكيوت، بعد ما يعمل لها اكسكيوت يحط الاوتبوت في الميموري ويخلصه ويرجعه على السكندري درايف او الهارد ديسك، بعد كده ياخد حاجه ثانيه من الهارد ديسك يحطها في الميموري يعمل لها اكسكيوت ويرجعها ثاني الميموري، وبعد كده يرجعها الهارد ديسك وهكذا. بيقول لك ان طلع من هنا كونسبت اسمه الفيرتوال ميموري، وده بيالاوز اكسكيوشن اوف بروسيسز نوت كومبليتلي ان ميموري. يعني ايه الكلام ده؟
مبدا الفيرتوال ميموري او السوابنج، بالمناسبه كلمه السوابنج تلاقيها منتشره جدا في لينكس، وكلمه فيرتوال ميموري هي التعريف بتاعها في ويندوز. الكونسبت نفسه عباره عن لو انت مثلا عندك 4 جيجا رام فتقدر تاخد معاهم 4 جيجا كمان من الهارد ديسك، فيبقى عندك توتال 8. تقولي بس الهارد ديسك ده ابطا بكتير من الميموري، هقول لك اه احنا عارفين، بس هنعمل لك ايه، ما عندناش ستورج. سيادتك بتعمل ران مثلا لاكتر من برنامج في نفس الوقت، والبرامج دي محتاجه ستورج كبيره جدا اكبر من اللي عند سعادتك في الميموري، الكمبيوتر هيتصرف ازاي؟ ومش هيخلق ميموري من الفراغ، فبيروح يستعين بالهارد ديسك، الحاجه الوحيده اللي فيها ستورج. اي نعم بطيئه بس ما عندوش حل تاني. كبديل للقصه دي اوبريتنج ويندوز او الاوبريتنج سيستم بتاع ويندوز بيقلاو سعادتك انك تستخدم فلاش ديسك مثلا فلاشايه تكون سرعتها عاليه يو اس بي مثلا يو اس بي 3، فتلاقي مثلا الفلاشات بتاعت سان ديسك وبتاعت كينج ستون اللي هي يو اس بي 3 بتبقى اغلى شويه. ليه؟ اصلا انا ممكن اشغلها كفيرتوال ميموري، ليها كده سكه توصلها بالجهاز وتحولها لفيرتوال ميموري، جهاز بيفرمطها كده بطريقه معينه بحيث ان هو يستخدمها جنب الميموري. تقول لي ايه ده هتبقى اسرع؟ هقول لك اه الفلاش ديسك اليو اس بي 3 اسرع من الهارد ديسك بتاعك، او مش اسرع قوي يعني، لو انت عندك هارد دمه خفيف شويه او هارد نضيف شويه مثلا بلاك سكوربيو من ويسترن ديجيتال هيبقى اسرع، لكن في اغلب الاحيان لو انت عندك هارد مثلا بلو او هارد 5400 ار بي ام اللي هو المعتاد بتاعنا، الفلاشات ممكن تعدي احسن منه، لا سيما ان الهارد ديسك بتاعك اصلا مشغول. يعني ايه مشغول؟ عليه لود ريد ورايت من الاوبريتنج سيستم، فساعتك كمان عايزه يريد ويرايت وياخد جزء من الميموري، فانت ما تستناش انك تاخد اقصى كتابه وقرايه ممكنه من الهارد ديسك. كبديل بتستخدم اليو اس بي 3. طبعا دي يعني حاجه ادفانس كده شويه مش عايزين نخش فيها، الا ان الفيرتوال ميموري او السوابنج ان جنرال هي فكره ان انا استعين بالهارد ديسك عشان خاطر اخد منه شويه مساحه امشي حالي بيهم جنب المين ميموري اللي هي الرامه. طيب انتقلنا بعد كده للاوبريتنج سيستم اوبريشنز او مهام الاوبريتنج سيستم. انا عرفت الاوبريتنج سيستم ده كاستراكشر عباره عن ايه. احنا عارفين من الاول او قلنا في سلايد سابق قبل كده ان هو انتربت دريفن، يعني الاوبريتنج سيستم ده اللي بيمشيه حاجه اسمها الانتربتس، سواء جاي له من هاردوير او جاي له من سوفت وير اسمها سيستم كول وات ايفر. فبيقول لك ان احيانا بيحصل حاجه اسمها سوفت وير ايرور زي الاكسبشن والتراب، واتكلمنا عليهم قبل كده. الاكسبشن ان ساعتك وقفت مهمه، والتراب ان الكود ده فيه غلطه. يعني ايه فيه غلطه؟ في مثلا حاجه لا منطقيه بتحصل، كسبيل المثال الاسم على زيرو. الاسم على زيرو حسابيا هي لا منطقيه، اي حاجه مقسومه على زيرو بما لا نهايه، فالكمبيوتر عمره ما هيقول لك ما لا نهايه. طبعا لو انت مثلا عندك برنامج بيريكويست اوبريتنج سيستم سيرفيس، يعني ايه الكلام ده؟ يقول لك مثلا برنامج بيوقف سيرفيس معينه في الجهاز، بيوقف سيرفيس معينه في الاوبريتنج سيستم. اديني مثال، هقول لك لو رجعت لنفس التاسك مانجر كده ورحت على سيرفيسز، تلاقي هنا مثلا في حاجه اسمها ويندوز اوديو اللي هي 1440 دي عباره عن بروسيس شغال عندك في الجهاز، اوبريتنج سيستم سيرفيس. لو انا جيت عملت رايت كليك وستوب، ايه اللي هيحصل؟ الصوت بتاع الجهاز هيقف، اي حاجه بتطلع صوت في الجهاز هتقف، الدرايفر كله هيقف، الديمن كله هيقف. تقول لي طب هل دي حاجه المفروض ان اي برنامج انا بشغله يبقى ليه اكسس عليها؟ اقول لك لا، المفروض لا. وده حتى كان فيروس كده زمان كان معمول لويندوز اكس بي، الفيروس ده كان بيخش يوقف الاوديو سيرفيس فيخلي الصوت يقف في الجهاز، كان فيروس مزعج جدا. كان جنبه برضه فيروس ثاني كان اسمه لاف، الكلام ده قديم جدا يعني نتكلم مثلا في 2008 2007، يعني الدنيا قديمه شويه. مش قديمه قوي ان المفروض ان ويندوز 7 اتعمل 2009 بس على ما جالنا طب بقى 2011 ولا حاجه. ما علينا. فيقول لك ان اذر بروسيس بروجرام انكلودز infinite loop. لو انا عندي مثلا كود بيعمل infinite loop، الانفينيت لوب هو ان الكمبيوتر يفضل يكرر في عمليه لعدد لا نهائي من المرات، لان سيادتك باختصار ما حطيتش في الكود بتاعك اللي يوقفها. يعني ايه؟ اي مثلا لوب بتقول له 4 مثلا اكس اصغر من 5 فهيبدا ينفذ الكود ده لغايه ما يوصل ل 5 ويقف. احيانا بيبقى في غلطات برمجيه ما بتقولوش بقى موضوع الخمسه ده فيفضل يعد ما لا نهايه. وممكن يبقى في كمان بروسيس موديفاينج ايتش اذر اور ذا اوبريتنج سيستم، يعني في بروسيس شعادتك شغلتها بتغير في بروسيس ثانيه او بتغير في الاوبريتنج سيستم نفسه. تقول طب ما دي كلها مشاكل ممكن تحصل في الاوبريتنج سيستم. فكحل بقى انا عملت ايه؟ عملت حاجه اسمها الدوال مود. ايه قصه الدوال مود ده؟ الدوال مود باختصار ان الاوبريتنج سيستم بيقسم نفسه نصين، حاجه اسمها اليوزر مود وحاجه اسمها الكيرنل مود. ده يقدر يرن فيه برامج وده يقدر يرن فيه برامج. الفكره ان اليوزر مود بيكسكيوت كده برامج مع حاله تخدم اليوزر، وفي حالات معينه بيلجا للكيرنل مود عشان يعمل شويه موديفيكيشنز في الاوبريتنج سيستم او بيسال الاوبريتنج سيستم على حاجه باختصار. فايه اللي بيحصل؟ بيبقى حاجه شبه كده. لو ساعدتك مثلا يوزر بروسيس اكسكيوتنج، في دلوقتي اكسكيوشن بيحصل لبروسيس وات ايفر ايه هي، فحصل حاجه اسمها سيستم كول، في انتربت حصل هنا. الانتربت ده محتاج ان السيستم او الاوبريتنج سيستم يعرف ايه القرار اللي هياخده. في الحاله دي بينقل للمود بتاع الكيرنل، ينفذ السيستم كول دي وبعد كده يرجع تاني لمين؟ لليوزر مود. طب هو بيعمل ليه القصه دي؟ قال لك والله عشان احمي الاوبريتنج سيستم، عشان احمي الكيرنل، ما هو مش اي حاجه ترن فوق تنزل تاذيني تحت في الكيرنل. يمكن دي برضو كانت احد
يعني الحاجات اللي دمها خفيف في الاوبريتنج سيستم، لانهم بعد كده مع الوقت لقوا ثغره في لينكس بتسمح ان الراجل اليوزر يرايت على حاجات ملوش ان هو يرايت عليها. الثغره دي كانت موجوده في لينكس، كان اسمها ريد اون رايت على ما اعتقد، كوبي اون رايت، سي او دبليو، حتى كان اسم الثغره ديرتي كاو، ديرتي كوبي اون رايت. الثغره مش بالظبط حاجه شبه كده او حاجه شبه اليوزر مود والكيرنل مود، لكن كان باختصار ان السيستم ما قدرش يفرق ان الريكوست ده جاي له من يوزر ولا حد يقدر ان هو يعدل على السيستم، فبالتالي السيستم كان بيأكسبت الكود البرمجي ده وبيغير حاجات في السيستم حتى لو كان اللي بيطلبه مش السوبر يوزر او مش الروت. طبعا الثغره اتحلت بعد كده، وكان حلها ان هم يعملوا حاجه شبه كده فعلا، ان هم يعملوا يوزر بروسيس او يعملوا مود تاني يجرب الكود الاول يشوف هل بينزل يمس الكيرنل او بينزل يغير حاجات في الكيرنل ولا لا. لمزيد من التفاصيل يعني لو حد فيكم حابب ان هو يبص، يبص على ديرتي كاو بتاعت لينكس. anyway يعني هي مش ريليتد قوي لموضوعنا يعني. بالرجوع هنا بيقول لك ان المود بيت ده بيبروفايد باي هاردوير، يعني الهاردوير هو اللي بيدستنجش او هو اللي بيفرق المود بيت ده. لو كان بزيرو فهو بينزل يرن في الكيرنل، لو كان بواحد فهو بيرن في اليوزر مود. فبيقول لك هنا بروفايدز ابيليتي تو ديستنجش ويتش اسف وين سيستم از رننج يوزر كود اور كيرنل كود، يعني هو بيعرف اذا كان الكود اللي شغال ده المفروض ان هو يرن في الكيرنل ولا يرن في اليوزر. وsome instructions designated as privileged. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك هنا ان ماشين instructions، يعني بعض الانستراكشنز اللي ممكن تاذي السيستم بنسميها privileged. ايه اللي بيحصل بقى؟ بيقول لك ان الهاردوير بيالاو الانستراكشنز دي او الانستراكشنز اللي اسمها privileged ان هي تعمل لها اكسكيوت في الكيرنل بس، لكن لو اي محاوله تمت ان هو يشغل النوع ده من الانستراكشن في اليوزر مود ما بتشتغلش. يقول لك هنا the hardware does not execute the instruction but rather treats it as illegal or trap. بيطلع لك كده زي ايرور او فاتال ايرور، يقول لك بص والله الانستراكشن انت بتعملها دي ما تشتغلش غير في الكيرنل كود او في الكيرنل مود. طب ليه الحكايه دي؟ برضه عشان يحمي الاوبريتنج سيستم. فبيقول لك مثلا على سبيل المثال ان الانستراكشن اللي بتسويتش اصلا للكيرنل مود is an example of privileged instruction. يعني عشان خاطر السيستم يطلع من اليوزر مود وزي ما احنا شفنا هنا ينزل بالسيستم كول للكيرنل مود محتاج ان هو يعمل بريفليج انستراكشن. some other example includes IO control، يعني لو سيادتك مثلا بتتحكم في الانبوت والاوتبوت، بتغير في التايمر بتاع الجهاز، وده لسه هنعرفه كمان شويه في البروسيس مانجمنت، او بتعمل انتربت مانجمنت، يعني بتعدل على الطريقه اللي الجهاز بيتريت الانتربتس. بيقول لك ان دي كلها عباره عن بريفليج انستراكشنز والجهاز بيشغلها في الكيرنل مود بس. بيقول لك سيستم كول تشينجز مود تو كيرنل ريتيرن فروم كول ريسيتس ات تو يوزر. ده اللي احنا شفناه من شويه في موضوع ان هو بيعمل سيستم كول فبينزل يرنها في الكيرنل وبعد كده في الاخر بيريسيتس او بيرجع لليوزر مود عشان يحمي الجهاز. بيقول لك انكريزنجلي يعني مع الوقت السي بي يوز بقى بيسبورت حاجه اسمها المالتي مود اوبريشنز. زي مين؟ زي الفي ام ام او الفيرتوال ماشين مانجر. ايه قصه الفيرتوال ماشين مانجر ده؟ الفيرتوال ماشين باختصار هي القدره انك تشغل اكتر من اوبريتنج سيستم في نفس الوقت. يعني مثلا تلاقي ان مكان البرنامج اللي انا فاتحه ده مثلا هنا الويندوز ديت او الويندو ديت، تلاقي هنا في سيستم تاني شغال لينكس مثلا، او فاتح انت ماك جوه ويندوز. فبيقول لك ان حاجه زي دي سعادتك محتاجه ان يبقى معاها نوع معين من المودز اسمه المالتي مود. ايه بقى قصته ده؟ يديك مثلا حاجه اسمها الفي ام ام مود. الفي ام ام مود ده بيبقى فيه امكانيات اعلى شويه من اليوزر مود، يعني فيه قدرات اعلى من اليوزر مود لكن كلها اقل من الكيرنل مود. فبيعمل لك حاجه زي وسطيه كده، زي مود وسطي في النص. مع تطور الموضوع طبعا الاكس 64 او الاركتكتشر 64 بتاعت انتل بدات تضيف مودز اكتر، وبدات اصلا في بعض الاحيان تلغي المودز دي خالص وبتعمل حاجه اسمها بريفليج. فيعني الموضوع ده حصل له تطور كتير يعني مع الوقت. لكن اللي عايز يقول لك هنا ان مش دول بس المودز اللي موجوده، بقى بيحصل فيه مودز اكتر في الاوبريتنج سيستمز. فبيقول لك هنا في حاجه اسمها تايمر تو بريفنت انفينايت لوب وبروسيس هوجينج ريسورسز. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان هو لما بياخد انتربت، خد مثلا اي انتربت من اليوزر، فبيدخلها على السي بي يو از ا جوب، بيحطها كده في الجوب سكيدجولنج ويدخلها على السي بي يو. طب قدر بقى قعدت فتره طويله، فقال لك في الحاله دي بيست لها زي تايمر كده، بيقول لك اوبريتنج سيستم ديكريمنت كاونتر، زي عدد تنازلي بيحصل. اول ما العدد التنازلي ده يوصل لصفر بيحصل انتربت جديده للسي بي يو تخليه يسيب اللي هو بيعمله ويروح يشوف حاجه ثانيه، ونفرض مثلا ان هو 5 من 10 من الثانيه، نص ثانيه مثلا. فالاوبريتنج سيستم اول ما لما يجي له جبايه بيقول لك حتى بيفور سكيدجولينج ذا بروسيس بيحصل ايه؟ بيحصل سيت للتايمر ده عشان يقدر ان هو يري جين كنترول اور تيرمينيت بروجرام ذات اكسيدز ا لوت تايم.
يعني قبل ما لما يحصل اصلا سكادجولنج للبروسيس عشان تخش معايا في الجدول اللي احنا شفناه من شويه، الاربع جوبات دول بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها زي كاونتر كده بيتحدد لها عشان خاطر ما تعديش الالاود تايم مع البروسيسور. فحتى التايمر ده يبقى كده تعمل له سيت بالاوبريتنج سيستم وهو اللي مانج القصه دي. حتى لو شفت من شويه كان حتى يقول لك ايه ان الحاجات اللي في التايمر او تغييرات التايمر هي كانت فين؟ كانت هنا تقريبا. كانت في الحته دي اهو، تايمر مانجمنت. التايمر مانجمنت دي المفروض ان هي حاجه بتاعت الاوبريتنج سيستم، فالمفروض ان مش اي برنامج يعدل عليها. ففكره الراجل اللي هو التايمر ده ان هو ما يخليش اي بروسيس تخش على السي بي يو تفضل شغاله ايه فوريفر كده، مع وقت معين بيوقفها ويخش يشوف غيرها ويرجع لها تاني بعدين. طيب البروسيس مانجمنت ده، فيقول لك هنا ان البروسيس از ا بروجرام ان اكسكيوشن. يعني البروسيس دي هي عباره عن برنامج بيتم تشغيله دلوقتي او بيتم العمليه الاكسكيوشن بتاعته دلوقتي. بيقول لك هنا ان هي دي وحده الشغل بتاعه السيستم، بحيث ان البرنامج يبقى هو الباسيف انتيتي او البرنامج هو الحاجه الضمنيه والبروسيس هي الحاجه الاكتيف. يعني انت مثلا شغلت جوجل كروم دلوقتي، انا مشغل جوجل كروم، لو جيت عملت رايت كليك هنا وفتحت التاسك مانجر هلاقي هنا في بروسيسز في منها جوجل كروم، بس لو فتحته كده تلاقي ام لا اله الا الله، هي بص 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 جوجل كروم مع بعض، مع اني فتحت تبويب واحد بس، بس سبحان الله يعني. فتلاقي ان البروسيسز ديت هي جوجل كروم، هي دي الاكتيف انتيتي. اللي انا شايفه بره هو اللوجيك او هو الباسيف اللي انا برنه اللي هو البروجرام. فالبروجرام هو عباره عن مالتي بروسيس مع بعضهم. فيقول لك انا البروسيس دي عشان تشتغل محتاجه ريسورسز، محتاجه سي بي يو، محتاجه ميموري، محتاجه اي او، محتاجه فايلز، ومحتاجه عمليه اسمها انيشاليزنج للداتا، معالجه للداتا. فيقول لك هنا ان البروسيس ترمينيشن او عمليه اغلاق اي بروسيس بتريكواير او بتطلب من سعادتي كاوبريتنج سيستم ان انا اعمل ريكليم، اروح بقى اجمع اني ريوزابل ريسورسز. يعني ايه؟ دلوقتي البروسيس دي كانت شغاله فكانت واخده مساحه من الميموري وكانت واخده مثلا مساحه من هارد ديسك، فالمفروض ان بعد ما لما البروسيس دي تعمل لها ترمينيشن بعد ما تتقفل انا كاوبريتنج سيستم اروح الم بقى الفاضي منها. يعني ايه؟ اعمل ريكليم للميموري اللي كانت مستخدمه من البروسيس ديت، واروح لو اشوف لو في مساحه مثلا من الهارد ديسك اقدر اخدها تاني باخدها، واللي ما اقدرش اخده بسيبه زي ما هو خلاص. فيقول لك ان سنجل ثريدد بروسيس، يعني لو البروسيس شغاله بسنجل ثريد، خط تشغيل واحد بس او خيط واحد بس، عندها وان بروجرام كاونتر. والبروجرام كاونتر احنا عارفينه من ايام اي تي 110 اللي هو البرنامج اللي بيعد عليا انا فين او في انهي انستراكشن دلوقتي من البروسيس. فهي دي اللي بتحدد اللوكيشن اوف نيكست انستراكشن. يعني مثلا لو انا شغال في كود اسمبلي انا بخلص عمليه بعد كده بخش على اللي بعديها، فاللي بعديها دي ليها رقم في البروجرام كاونتر. البروجرام كاونتر ده بيتغير مع كل انستراكشن جديده. فبقول لك ان البروسيس اكسكيوتس انستراكشن سيكوينشلي. يعني ايه؟ البروسيس بتخلص كده انستراكشن ورا الثانيه ورا بعض وان ات ا تايم لغايه عمليه الكومبليشن، لغايه ما لما يخلص خالص. لو انا عندي بقى سيستم مالتي ثريد بيحصل ايه ساعتها؟ بيبقى في بروجرام كاونتر لكل ثريد، بروجرام كاونتر لكل خيط من البرنامج. الثريدز كده كده لسه هناخدها قدام بالتفصيل يعني، فمش عايزك تخش ايه في تفاصيل قوي في الحته دي، جاست اعرف ان في حاجه اسمها سنجل ثريد ومالتي ثريد، ده ليه بروجرام كاونتر واحد وده ليه مالتيبل بروجرام كاونترز. بلاك تايبيكالي سيستم هاز ميني بروسيس، يعني السيستم بالطبيعه ليه اكتر من بروسيس، وده اللي احنا شفناه لما فتحنا تاسك مانجر. تاسك مانجر لما فتحته رحت هنا على ديتيلز كان عندي اكتر من بروسيس شغاله، وفي منهم حبه بتوعي لوكال سيرفيس، في حبه بتوع السيستم، وحبه بتوع النتورك، وحبه بتوعي انا كانستراكتور. فبيقول لك ان كلهم شغالين مع بعض كوكرنتلي اون وان اور مور سي بي يو. في حالتي انا عندي 1 سي بي يو، لكن في حالات ثانيه يبقى في اكتر من سي بي يو مع بعض. بيقول لك ان كوكرنتلي يعني التعاون اللي بيحصل بينهم ده بيحصل عن طريق المالتي بلكسنج للسي بي يو امونج بروسيس وثريدز. بجيب السي بي يو بتاعي بقسمه على الثريدز اللي عندي وبقسمه على البروسيسز اللي عندي. بقسمه ازاي؟ عن طريق بقى مالتي كور بروسيسور او مالتي ثريدنج بروسيسور، ده كله هناخده بالتفصيل قدام باذن الله. البروسيس مانجمنت اكتيفيتيز، بيقول لك ان الاوبريتنج سيستم ده از ريسبونسبل فور ذا فولوينج اكتيفيتيز. يعني نظام التشغيل هو المسؤول عن كرييتنج اند ديليتنج بوث يوزر اند سيستم بروسيس. يعني عشان البروسيس دي تفتح او تقفل الاوبريتنج سيستم هو بيمشي القصه دي. suspending and resuming processes، يعني احيانا بتلاقي الاوبريتنج سيستم بيروح يوقف بروسيس بالعافيه، لا روح انت suspend دلوقتي، وهو اللي بيخليها يعمل لها برضه ريزيوم. هو اللي بيبروفايد ميكانيزم فور بروسيس سينكرونايزيشن. يعني لو في اكتر من بروسيس شغالين مع بعض او بيحصل منهم مثلا زي تشغيل كده سوا، الاوبريتنج سيستم هو اللي بيهندل القصه دي، وهو اللي بيهندل الكوميونيكيشن بينهم، الاتصال اللي بين بروسيس والتانيه، وهو اللي بيبانش برضو الديدلوك هاندلنج. ايه موضوع الديدلوك ده؟ ان خلاص دلوقتي في حاجه انا مش عارف احلها. يعني ايه؟ اسمع على زيرو مثلا، اسمع على زيرو دي مشكله حصلت. ديدلوك مثلا يعني ايه؟ يعني تو بروسيس بيتعاركوا على نفس الريسورس، هما الاثنين بيتعاركوا مثلا على لوكيشن رقم 5000 في الميموري، فده اسمه ديدلوك. ديدلوك لسه برضو بالتفصيل هناخده قدام وازاي الاوبريتنج سيستم بيهندله.
يجي هنا يقول لك في الميموري مانجمنت ان اول داتا ان ميموري بيفور اند افتر بروسيسنج، وده كلام طبيعي جدا ان قبل الاكسكيوشن او قبل عمليه البروسيسنج في السي بي يو اي حاجه لازم تكون في الميموري، وبعد الاكسكيوشن برجعها الميموري احطها فين؟ احطها في الميموري تاني وارجعها بعد كده على الهارد ديسك اذا لزم الامر. بيقول لك ان اول انستراكشنز ان ميموري ان اوردر تو اكسكيوت، ده كلام منطقي برضه، انا بحطهم كلهم في الميموري بالجوب سكادجولينج عشان ادخلهم على السي بي يو. ميموري مانجمنت ديتيرمينز what is in memory when optimizing the CPU utilization and computer response to users. يعني ايه ال memory management دي هي اللي بتحدد ايه اللي يتحط في memory دلوقتي وايه اللي ما يتحطش في memory دلوقتي عشان خاطر ادي احسن response time لليوزر. بيقول لك ان memory management activities يعني الاكتيفيتيز اللي بيعملها operating system عشان يعمل موضوع memory management ده بي keep track of which parts of memory are currently being used and by whom. يعني بي keep كده track، يفضل واعي كده وعارف انهي اجزاء من الرام and memory مستخدمة دلوقتي ومين اللي بيستخدمها. لو جيت فتحت كده التاسك مانجر هلاقي هنا مثلا ان هو عارف ان الميموري مثلا اكبر جزء منها كده طلعنا فوق مثلا 219,704 دول تقريبا حوالي 180 ميجا. 180 ميجا دول مستخدمين بيه عن طريق حاجه اسمها مايكروسوفت فوتوز، تاني حاجه اللي هو الكام ريكوردر البرنامج احنا بنسجل بيه، وهنا سكايب وهنا ريسيرش يو اي وجوجل كروم وحاجات كتير اهي. اذا فهو عارف مين من البروسيس دي مشغل او شاغل انهي جزء من الميموري. مش كده وبس، هو بيديسايد ويتش ميموري بروسيس اند داتا تو موف انتو اند اوت اوف ميموري، يعني هو اللي بيقول مين اللي يروح من السكندري ستورج او من الفيرتشوال ميموري مثلا يحطها في الميموري ومين فيهم يطلع. بيقول لك كمان بيالوكيت ودي الوكيت ميموري سبيسز از نيدد، يعني سيادتك مثلا كيوزر لسه فاتح الجهاز دلوقتي فاهم جاي عامل ايه، مالوكيت لك كده مساحه من السي من الميموري اسف. فتلاقينا مثلا في الميموري لو جينا بصينا نلاقي ان يوز 3.5 جيجا، يعني في 3.5 جيجا مستخدمين، والافيلبل 4.3، يعني تقريبا كده الرامات هنا كلها كام؟ تقريبا 8 جيجا. فيقول لك هنا ان الكوميتد 9.1، ده تقريبا دول يطلعوا 10 دول كده، يبقى كده في رامه 8 ورامه 2 تقريبا، ما علينا انا مش عارف الجهاز ده كام بصراحه. ويقول لك هنا ان متكيش منهم 4.3، واحنا عارفين طبعا الكاش اللي هو المكان اللي هناخد منه بسرعه للسي بي يو. فده كده مثال لموضوع allocating and deallocating memory space as needed. اذا في operating system هو المسؤول عن الثلاث حاجات دول، هو اللي بيمانج كده موضوع الميموري ده. طبعا برضو الميموري مانجمنت هناخدها بالتفصيل قدام باذن الله في تشابتر كامل لوحدها. فيقول لك هنا الستورج مانجمنت، الاو اس او الاوبريتنج سيستم بيبروفايد يونيفيرم لوجيكال فيو اوف انفورميشن ستورج. يعني ايه؟ يعني وانت شغال على نظام التشغيل ويندوز مثلا ما بتلاقيش مارتيشن زي الدي بيقول لك ان هو من سيكتور 5000 لسيكتور 50000، لكن يقول لك ان هو عباره عن 20 جيجا. هل بقى دول متسجلين فين على الهارد؟ هل انت تعرف في انهي بلاتر وفي انهي باترن على الهارد ديسك؟ انت ما تعرفش الكلام ده. الاوبريتنج سيستم بيديك ابستراكشن للفيزيكال بروبرتيز، الخواص الفيزيائيه بتاعت الهارد ديسك بيحصل لها زي تخيل كده وبيعمل لها زي تصوير تاني قدام عليك، فهي بقى بارتيشنز ممكن تفهمها، تفهم يعني ايه سي ودي واي، لكن انت ما تعرفش يعني ايه بقى بلاتر ويعني ايه باترن على بلاتر ويعني ايه سيكتورز والكلام ده. كيوزر عادي المفروض انت ما تعرفش، فهو بيعمل لك ابستراكشن بصوره حاجه اسمها فايل، فيبقى عند سعادتك بارتيشن يبقى جواه فايل وجواه دايركتوري. بيقول لك ان ايتش ميديم يعني كل ديفايس من دول از كنترولد باي يا ديسك درايف يا تاب درايف يا اما سي دي روم يا دي في دي روم وات ايفر، بقى كلهم بيختلفوا في الخواص، سواء كان في الاكسس سبيد، يعني مثلا الهارد ديسك انا ممكن اكسسه اسرع من الدي في دي مثلا، الفلاش ديسك ممكن اكسسه اسرع من الاثنين، الداتا ترانسفير ريت معدل نقل الداتا، والاكسس ميثود يعني هخش عليها ازاي، ازاي هقرا الداتا، هل هي سيكوينشال يعني كلها ورا بعضيها ولا راندوم، ممكن الاقي مثلا فايل في اول الديسك وفايل في اخر الديسك. بيقول لك كمان الاوبريتنج سيستم بيديني حاجه اسمها الفايل سيستم مانجمنت او نظام اداره الملفات، فيقول لك ان كل فايل بيبقى اورجنايز جوه حاجه اسمها دايركتوري اللي هو الفولدر، يعني فبقى عندي حاجه اسمها فولدرات وحاجه اسمها فايلات، الفايلات جوه الفولدرات. بيقول لك ان الاكسس كنترول اون موست سيستم تو ديتيرمين هو كان اكسس وات، الاكسس كنترول هو البيرميشنز، يعني ريد ورايت واكسكيوت، مين يقدر يريد مين يقدر يرايت ومين يقدر يشغل الكود ده او يعمل اكسكيوشن للكود ده. بيقول لك ان الاو اس اكتيفيتيز او نشاطات بنظام التشغيل بتبقى بتتمثل في كرييتنج اند ديليتنج فايلز اند دايركتوريز، هو اللي بيعملها وبيديليتها، هو اللي بيدي بريميتيفز تو مانيبيليت فايلز اند دايركتوريز، يعني هو اللي بيديك الصلاحيات او الاذونات اللي انت تقدر تعدل بيها على الملفات والدايركتوريز، بيديك مابينج للفايلز انتو سكندري ستورج، يعني سيادتك لما بتكريت نيو فايل ما يعني اوبريتنج سيستم ما بيقولكش عايز تحطه فين، هو من نفسه بيتصرف يدور على مكان فاضي بقى ويحطه ورا ملف تاني بحيث يوصل له بسهوله. كل ده المابنج دي الخطه دي بيحطها مين؟ بيحطها نظام التشغيل. بيعمل باك اب للفايلز اونتو ستيبل
ستورج ميديا، يعني سعادتك مثلا لما بتعمل سيف لملف وورد انت بتكتبه ما بيروحش سيفه على الرامه، بيروح سيفه على السكندري ستورج. ليه بيعمل كده؟ عشان خاطر دي النون فولاتايل، هي دي الحاجه اللي هتفضل معاك على طول. طيب ينقلك من هنا حاجه اسمها الماس ستورج مانجمنت. ايه بقى موضوع الماس ستورج مانجمنت ده؟ بيقول لك ان يوجوالي ديسك يوز تو ستور داتا. طبيعي الهارد ديسك او الديسك اللي عندك بيستخدم عشان يسجل الملفات اللي يا اما ما بتبقاش مكفيه في الرامه، يا اما انت عايز تحطها لوقت كبير من الزمن، يعني مش عايز تتمسح لما الكهرباء تروح، عايز تفضل معاك على طول. بيقول لك هنا البروبر مانجمنت از اوف سنترال امبورتنس، يعني التصرف الصح في اداره الملفات يعتبر واحد من اهم الحاجات اللي ممكن يعملها نظام الكمبيوتر. فبيقول لك هنا ان الانتاير سبيد سرعه الكمبيوتر ككل احيانا بتتوقف على الهارد ديسك، فتلاقي ان اللي مبطئك في المعالجه الهارد ديسك. على سبيل المثال مثلا لو انت عندك كمبيوتر مثلا فيه على نقول مثلا ايه 2 فيجا جي تي اكس مثلا 1080 4K ومعاهم مثلا بتاع 32 جيجا رام على 2 بروسيسور زيون، طبعا دي تكوين جهاز كده خارق، فالجهاز ده يقدر ان هو يعالج كود الماتلاب مثلا 5 جيجا في اقل من دقيقه مثلا. في المقابل الهارد ديسك بتاع سعادتك ما يقدرش يكتب بالسرعه دي، فيبقى اللي معطل امكانيات جهازك الهارد ديسك. تشوف برضو قصه زي دي مثلا في اللود بتاع الويندوز، يقول لك ان الاس اس دي بيلود اسرع من الهارد ديسك. ليه؟ اصل الاس اس دي بيجيب داتا اسرع. فتلاقي ان فعلا سرعه الجهاز تتوقف احيانا على الهارد ديسك اللي عندك او السكندري ستورج اللي عندك. فمن الحاجات اللي بيعملها الاو اس اكتيفيتيز ان هو بفري سبيس مانجمنت، يعني المساحه الفاضيه في الهارد ديسك دي يشوف ان هو هيهندلها ازاي. بيعمل حاجه اسمها ستورج الوكيشن، يعني سيادتك مثلا دلوقتي بتحط ملف على الجهاز فيقول لك هو هيحطه فين في الهارد ديسك من نفسه من غير ما تتدخل. بيعمل حاجه اسمها ديسك سكادولينج، يعني يشوف ايه اللي هيتحط كمان شويه بحيث ان هو دايما يبقى حاطط زي الوكيتور كده امتى يروح يكتب فين. دي كده تعتبر مهمه برضو من مهمات الاوبريتنج سيستم. بيقول لك سم ستورج نيد نوت بي فاست، يعني بعض انواع الاستورج مش محتاج ان هي تكون سريعه قوي، زي مثلا الاوبتيكال ستورج السي دي والدي في دي، الماجنتيك تيب، اصل دي ليها معدل نقل ثابت. يعني ايه مثلا؟ حاجه زي الماجنتيك تيب اللي هو شريط الفيديو مثلا النهارده، شريط الفيديو هو لازم يمشي بسرعه معينه عشان يعرض الصوره بشكل معين، لو انت سرعته عن كده هتشوف الصوره اسرع، ولو بطئته هتشوف الصوره ابطا، فمفيش داعي ان هي تبقى اسرع من اللازم. ده طبعا يعني يعتبر تصور واحد للماجنتيك تيب مثلا، زي السينما مثلا، السينما انت بتعرض فيها ماجنتيك تيب اللي هو الكبير ده، الراجل اللي قاعد ورا ده في السينما بيعرض ماجنتيك تيب. بيقول لك ستيل ماست بي مانجد، يعني في كل الاحوال لازم الاوبريتنج سيستم برضه يمانج القصه دي. بيقول لك ان لازم تفرق برضه بين نوعين من انواع الاستورج، حاجه اسمها الورم اللي هي رايت وانس ريد ميني، اند ار دبليو اللي هو ريد ورايت. يعني ايه مثلا؟ السي دي، السي دي على سبيل المثال بتكتب عليه مره واحده بس، مجرد ما انت حرقت عليه خلاص موضوعه اتقفل، وبتقراه كذا مره، ممكن تشغله على 1000 جهاز 1000 مره. على عكس مثلا حاجه زي الهارد ديسك، انت ممكن تكتب وتكتب تكتب وتقرا في اي وقت، مش هيفرق معاك اي حاجه. فتلاقي هنا في جدول مثلا زي اللي جاي ده بيديك هنا ايه انواع الاستورج اللي عنده، دي الليفلز بتاعتها. طبعا اسرع حاجه الريجستر زي احنا عارفين، بعديها الكاش المين ميموري السوليد ستيت والماجنتيك تيب. طبعا الجدول ده بيديك زي معلومات عن التايبيكال سايز، الحجم المتوقع، امبلمنتيشن تكنولوجي، التكنولوجي اللي هو بيستخدمها، اكسس تايم، باندويدز، حجم الداتا اللي رايحه له، مانجد باي مين وباكد اب باي مين. طبعا الجدول ده يعني اغلب البيانات اللي فيه مظبوطه عدا مثلا حاجه زي التايبيكال سايز بتاع الماجنتيك ديسك مثلا. النهارده بسم الله ما شاء الله يعني ويسترن ديجيتال وصلت ل 10 جيجا، وصل 10 جيجا في حاجه زي الويسترن ديجيتال جولد مثلا، دي خط انتاج كده من ويسترن ديجيتال بيبقى معمول اصلا للهاردات الكبيره جدا، ففي هاردات فيه 10 تيرا، يعني هي الاستورج مش لازم تكون اقل، هي ممكن تكون 10 جيجا عادي، 10 تيرا اسف. الاكسس تايم هنا الوقت اللي انت بتخش عليه بالنانو سكند، دي بالنانو سكند مش بالملي سكند. مانجد باي مين مثلا حاجه زي الريجستر بيمانج الكومبايلر، حاجه زي الكاج بيمانج الهاردوير، الاوبريتنج سيستم بيتحكم في الرامه والسوليد ستيت والماجنتيك. الباكد باي مين بيباك اب على مين، تلاقي مثلا ان الريجستر بيباك اب في الكاش، الكاش بيباك اب في الميموري، الميموري بيتحط في الديسك، والمين ميموري اسف الكاش بيتحط في المين ميموري، والمين ميموري بتعمل باك اب في الديسك، والديسك بيباك اب في الديسك نفسه، والماجنتيك تيب طبعا ممكن يعني مانج او يعمل باك اب على نفسه او على ماجنتيك تيب. يعني طبعا كل حاجه بتعتمد على اللي قبليها زي ما انت شايف. طبعا مفيش حاجه بتباك اب على ريجستر لان هو اعلى حاجه عندي في الاستورج. فالجدول ده ممكن ترجع له عشان تعرف بس معلومات عن الفاريوس ليفل اوف ستورج. طيب يجي هنا يقول لك لو انا مثلا بعمل مايجريشن للانتجر اي من الديسك تو ريجستر، يعني بنقله كده من الهارد ديسك واحطه على ريجستر، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك والله بيروح من ماجنتيك ديسك يروح على الميموري، الميموري تحطه في الكاش، والكاش يحطه في الريجستر. دي كده ايه دوره حياته. فيقول لك ان مالتي تاسكينج انفايرمنتس ماست بي كيرفول تو يوز موست ريسنت فاليو نو ماتر وير ات از ستورد ان ذا ستورج هيراركي،
يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان احيانا كده لو انا عندي اكتر من مالتي بروسيسور، يعني عندي اكتر من بروسيسور في نفس الوقت، عندي ثلاثه بروسيسور شغالين مع بعض، كل بروسيسور من دول عنده ريجستر بتاعه. فلنفرض مثلا ان هم كلهم بيعالجوا مهمه واحده او بيعالجوا برنامج واحد، وفي متغير اسمه ايه بيزيد قيمته مع الوقت. بروسيسور رقم واحد واثنين وثلاثه، ثلاثه هو اسرع واحد فيهم ووصل لاعلى قيمه ممكنه للفاريبل ايه. فلما يجي يريكول الفاريبل ايه ده في مهمه ثانيه او في بروسيس ثانيه، يجيبه من ريجستر بتاع بروسيسور واحد ولا اثنين ولا ثلاثه. قال لك اخترعنا حاجه اسمها كاش كوهرنسي. ايه بقى الكاش كوهرنسي دي؟ دي حاجه كده في الهاردوير بتخليه دايما اوير ايه اخر قيمه طلعت للمتغير ايه، فيلاقي ان اخر قيمه طلعت موجوده فين؟ موجوده في ريجستر رقم ثلاثه مثلا، بس كده، فيقوم جاي واخدها من الكاش ومشتغل بيها وهكذا. اذا فدايما لازم يبقى في كاش كورنسي عشان يعرف لي اخر قيمه وصلت للمتغير هي كام، وده بيحصل في حاله ان انت عندك اكتر من بروسيسور، وبرده بيحصل في حاله لو انت عندك المالتي كور. طيب بيقول لك هنا في حاجه اسمها ديستريبيوتد انفايرمنت سيتويشن ايفن مور كومبلكس. يعني ايه؟ يعني بيبقى احيانا كده في اكتر من بروسيسور شغالين مع بعض وعلى اكتر من جهاز، ففي الحاله دي الموضوع معقد شويه. فايه اللي بيحصل؟ يبقى في موجود في اكتر من نسخه موجوده في كل الاجهزه دي، فلازم برضو يبقى في زي مانجمنت كده عشان تعرف اخر قيمه وصلت ليها متغير ايه مثلا، او ايا كان المتغير انا شغال عليه موجوده في اي جهاز من دول. طبعا الكلام ده كله هيتهندل في شابتر 17 باذن الله، هناخده بالتفصيل كده كله، وازاي موضوع الكاش كرنسي ده بيحصل اساسا، او ايه المانجمنت اللي بتحصل عليه. فمش عايز تخش يعني في تفاصيل قوي دلوقتي، جاست اعرف ان في حاجه اسمها كاش كرنسي، ان في عندي فاريبل ممكن يبقى موجود على اكتر من بروسيسور في نفس الوقت بيتعمل له معالجه، فلازم اعرف اخر قيمه ليه هي كام. انتقالا من هنا هروح على حاجه اسمها الاي او سب سيستم، او الانبوت اوتبوت سب سيستم. ايه بقى قصته ده؟ في كان هيقول لك ان وان بيربز اوف اوبريتنج سيستم، يعني احد الحاجات اللي انا بعوز فيها الاوبريتنج سيستم ان انا اهايد الهاردوير ديفايسز من اليوزر. يعني ايه الكلام ده؟ بقول لك والله ان انا كيوزر للجهاز مش مفروض ان انا اعرف سرعه الفان دلوقتي كام، يعني سرعه مروحه البروسيسور كام. انا اقدر اشوفها طبعا عن طريق البايوس، بس هل انا ليا كنترول عليها؟ قال لك الاوبريتنج سيستم شغلته ان هو يهايد حاجه زي دي منك، لان انت ممكن تاذي نفسك. يعني ايه؟ ممكن مثلا بسبب ان انت بطأت الفان قوي ان البروسيسور يسخن فيفصل كهرباء. البروسيسور على فكره ليه اقصى درجه حراره ممكن يتحملها، يعني اغلب البروسيسور بتبقى 101 واحيانا بتبقى 99 اللي هي درجه الغليان، فانت متخيل انك ممكن تغلي حاجه على البروسيسور وهو سخن. اغلبها بيفصل عند 103 او عند 105 حسب البروسيسور بتاعك عامل ازاي. الاي 7 في المنطقه عند 105، يعني 105 درجه يوم جاي فصل حراره على طول، يعني البايوس نفسه هيفصل الجهاز بتاع الكهرباء، فالجهاز مش هيرستر والجهاز هيفصل خالص. فيمكن حد منكم اتعرض لحاجه زي دي لما الفانه بتبقى تعبانه او بطيئه شويه او عمرها الافتراضي انتهى يعني. فاحد مهمات الاوبريتنج سيستم ان هو يبعدك عن التحكم في حاجه زي دي، يبعدك عن التحكم في الهاردوير بتاع الجهاز. بيقول لك ان الاي او سب سيستم او الانبوت اوتبوت سب سيستم ده مسؤول عن الميموري مانجمنت اوف اي او. ازاي بهندل الميموري مع الانبوت اوتبوت؟ قال لك والله حاجه زي البفر وحاجه زي الكاش وحاجه زي السبولينج. ايه الفرق بينهم؟ قال لك البفر ان انا اسجل الداتا اللي عندي بشكل مؤقت لغايه ما يتعمل لها ترانسفير من الاي او. عمليه الكاشنج ان انا اخزن اجزاء معينه من الداتا دي في ستورج اسرع زي الكاش مثلا في الميموري عشان اديله بيرفورمانس احسن. السبولينج ان انا اهندل داتا او اهندل تدخل بين مخرجات جبايه مع مدخلات جبايه ثانيه. قال لك برضو ان هي بتديك جنرال ديفايس درايفر انترفيس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا حاجه زي الانبوت مثلا بتاع الكيبوردز، فهو مضطر ان هو يديك جنرال ديفايس درايفر، لازم يديك درايفر تشتغل بيه اللي احنا عرفناه قبل كده فوق الكيرنل باسم الديمونز. وطبعا درايفرز فور سبيسيفيك هاردوير ديفايسز زي مثلا الفيجا بتاعتك، الجي بي يو اللي جايه من جي تي اكس مثلا او جايه من انفيديا ليها درايفر بتاعها، مش جنرال، ليها ديفايس او ليها درايفر سبيسيفيك بتاعها، فلازم برضو ان هو يجيبه لك. في المعتاد اللي بينزل مع الاوبريتنج سيستم باي ديفولت هو جنرال ديفايس، انليس ان انت ريكويست ان ينزل سبيسيفيك هاردوير ديفايس. يعني مثلا بتروح انت على اللي هي ماي كمبيوتر كانت فين؟ نفتح ماي كمبيوتر كده وتيجي هنا مثلا على زيس بي سي، تعمل عليها رايت كليك هنا، تروح على مانج، اعتقد كانت في مانج لا مش مانج، كانت في الديفايس مانجر، بس ما علينا يعني. تمام كده، الديفايس مانجر اهو مثلا، جيت سعادتك قمت جاي فاتح الكيبورد دي، عمل رايت كليك كده، ابديت درايفر. كان انت تطلب سبيسيفيك درايفر للكيبورد دي مثلا، على سبيل المثال لو في هنا مثلا فيجا ثانيه غير الانتل اتش دي جرافيكس دي، بطلب ساعتها ايه؟ سبيسيفيك هاردوير درايفر. طيب يدخلني بعد كده على حاجه اسمها البروتكشن اند سكيورتي، او الحمايه والتامين. بيقول لك ان البروتكشن ده هو اي ميكانيزم بيكنترول الاكسس سواء للبروسيس
او اليوزر للريسورسز وبيتعامل عن طريق الاوبريتنج سيستم. اذا في اي ميكانيزم بتاكسس او باسف بتكنترول الاكسس بتكنترول البروسيس بتكنترول اليوزر ان هو يستخدم الريسورسز من الاوبريتنج سيستم اسمها بروتكشن. طب ايه موضوع السكيورتي؟ قال لك السكيورتي ان هو زي نظام حمايه او دفاع بيحصل من السيستم اجينست انترنال او اكسترنال اتاكس. يعني انت شغلت فيروس مثلا عملت دبل كليك على فيروس فالويندوز ديفندر يقول لك لا ما تخش على ده. اكسترنال اتاكس دي طبعا انت ما بتحسش بيها في اغلب الاوقات. يعني مثلا واحد بيريكويست من عن طريق النتورك مثلا ان هو يكونكت على بروتوكول عندك معين او بورت معين عندك في الجهاز. الاوبريتنج سيستم عن طريق الفاير وول المفروض ان هو يمنعه. فبيقول لك هنا ان في هيوج رينج انكلودنج دينايل اوف سيرفيس الدوس والوومز والفيروس والاجيتين سيفت والثيفت اوف سيرفيس. كل دي عباره عن اخطار بتقابل الكمبيوتر بتاعك. فقال لك ان السيستم جنرالي بي فيرست ديستينجش امانج يوزر تو ديترمن هو كان دو وات. قال لك ان انظمه التشغيل بتعمل حاجه اسمها اليوزر اي دي والجروب اي دي. مثلا فتحت انا تاسك مانجر تاني ورحت على ديتيلز تلاقي هنا دايما في حاجه اسمها بي اي دي. مين البي اي دي ده؟ ده بروسيس اي دي. طيب وفي كمان ده في حاجه اسمها يوزر اي دي. يعني سعادتك كمستخدم للجهاز ليه حاجه اسمها يوزر اي دي. انا مثلا على لينكس باي ديفولت اي يوزر على لينكس بياخد اليوزر اي دي او اليو اي دي 1000. بيبقى 1000 ده هو الديفولت بتاعه والجروب بتاعه يبقى 1000. طب ايه الفرق بين ده وده؟ قال لك والله انت ممكن تاساين بيرميشنز لليوزر وتاساين بيرميشنز للجروب بتاعته. يعني مثلا لو نفرض ان انا عندي يوزر اسمه مارك ومارك ده يوزر من جروب كبيره اسمها انستراكتورز او الناس اللي بتشرح مثلا. فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن يبقى عندي فايل مثلا اسمه داتا. الفايل اللي اسمه داتا ده جواه مثلا ملفات الشغل بتاعنا. فمارك از يوزر عنده اكسس عليها. طب انا نفرض ان انا عندي جنب مارك ده مثلا في هنا احمد شغال كمان. فانا ممكن برضه اروح على احمد واعدل فيه البيرميشنز بتاعته بحيث ان هو يقدر يخش على ديتا. طيب هل بقى في طريقه بديله اعمل القصه دي؟ قال لك ممكن تاخد مارك واحمد تحطهم هما الاثنين في جروب اسمها انستراكتورز وتروح تاساين للجروب دي بيرميشنز ان هي تخش على ديتا. فبالتالي كل الناس اللي جوه الجروب دي هتخش على الملف اللي اسمه ديتا ده. فدي طبعا طرق كده بيعملها اوبريتنج سيستم عشان يهندل موضوع اليوزرز والجروبس ومين يقدر يخش على ايه. في تعريف عندنا تاني اسمه البريفليج اسكليشنز. ودي حاجه تشوفها اكتر مثلا في حاجه زي عم لينكس مثلا. فعم لينكس لو انت اديت امر مثلا لتسطيب برنامج جديد، خليني برده اكتبه لكم كده ان هو بايه باب العلم بالشيء. يعني في عندنا حاجه في لينكس اسمها ابتيتيود. ابتيتيود ده هو اللي احنا بنسطب عليه البرامج. فلو عايز تسطب برنامج بكتب ابت داش جيت مسافه مثلا انستول كده. انا مطلوب منه ان هو انستول برنامج وبجيب مثلا برنامج زي في ال سي مثلا. في ال سي ده اللي هو برنامج تشغيل اغاني الفي سي بلاير. لو الامر ده كتبته وانا يوزر مش روت هيديني بيرميشن دينايد. ليه؟ عشان انا مش ادمنستريتور. طيب هل في حل تاني؟ قال لك في حاجه اسمها البريفليج اسكليشن، تصعيد الصلاحيات. بعمله ازاي؟ بحط نفسي في جروب اسمها السودورز. السودورز دي كجروب المفروض ان هي جروب كده اللي فيها يقدر يقوم ببعض مهام الادمنستريتور مش كلها، او ببعض مهام الروت مش كلها. لو حد انا كتبت سودو قبل الامر انا بريكويست ان انا في المره دي بس او في الكوماند ده اعتبرني واحد من الروت او واحد من الادمنستريتور السودورز بتوع الجهاز. في الحاله دي بيسالك على الباسورد بتاعك، ولو حطيت الباسورد صح بيدخلك على الامر ده وينفذه، بس مجرد ان انت سمعته كلمه ايه سودو او سوبر يوزرز دو. طيب اذا فده تعريف البريفليج اسكليشن او تصعيد الصلاحيات. هتقول لك هنا ايه allows user to change to effective id with more rights او بصلاحيات اكتر. يعني بعد كده يخش على حاجه اسمها الكمبيوتنج انفايرمنت او بيئات تشغيل الكمبيوتر. هنقعد بقى شويه في الحته دي فهو كده معايا وركز يلا بينا. في هنا بيقول لك ان اول نوع عندي هو التراديشنال كومبيوتنج او الستاند الون جنرال بيربز ماشينز. ان مبدا ان يبقى عندك كمبيوتر واحد انت لوحدك اللي شغال عليه وملوش اي علاقه بكمبيوترات تانية، دي حاجه ما بقتش موجوده دلوقتي. حتى يقول لك ان خلاص المبدا ده بلورد، يعني بقى ايه بقى مش واضح، لان اغلب السيستمز النهارده انتر كونكت وذ اذرز، بيتعاملوا مع بعضهم عن طريق الانترنت. فبيقول لك مثلا بقى عندي حاجه زي البورتلز. البورتلز دي زي مثلا ما تيجي تكونكت سعادتك على الجهاز بتاعك في الشغل عن طريق الفي بي ان، الفيرتوال برايفت نتورك انت بتكونكت عليها للسيرفر بتاع الشغل وبتبدا تتعامل مع السيستم الداخلي، ده يعتبر بورتل. بيقول لك كمان ان كان في حاجه اسمها النتورك كمبيوترز، دي كانت حاجه موجوده زمان، يعني كانت وقفت في الالفينات تقريبا، وقفت على 2001 او 2002. كانت اختراع كده من اختراعات اوراكل. كان يبقى في كمبيوتر، الكمبيوتر ده امكانياته ضعيفه جدا، كبروسيسور ضعيف، كهاردوير ضعيف ان جنرال، ده مجرد بس ويب تيرمينال بتخش بيها على سيرفر تاني بقى تجيب من عليه الداتا وتحكم فيه وتقوم بيه بعمليه البروسيسنج وكل حاجه. طبعا نتورك الكمبيوتر ما نجحتش قوي، والدليل على كده ان هي وقفت النهارده، فخلاص ما بقاش تطور يعني.
بيقول لك ان ما في حاجه اسمها موبايل كمبيوترز انتركونكت فيا نتورك وايرلس نتوركس. بقى في كمان ان الموبايل كمبيوترز زي اللابتوبس مثلا بتكونكت مع بعضيها عن طريق الوايرلس نتورك اللي هو مثلا حاجه زي الواي فاي وبلوتوث. بيقول لك ان نتوركينج بيكامينج يوبيكيتس يعني خلاص بقى منتشر جدا. فبيقول لك حتى الهوم سيستمز بتستخدم الفاير وولز وما تكلمش مثلا جدار نار زي بتاع الويندوز مثلا مش سوفت وير لا في بقى هارد وير فاير وول حاجه مثلا زي سيسكو اسا اي اس اي حاجه زي مثلا بي اف سنس حاجه زي فورتي جيت فورتي نت. فبقى في انواع كتير من الفاير وولز النهارده عشان تبروتكت الهوم والسيرفرز والشركات والكلام ده. اغلب الفاير وولز اللي بتيجي مع الرواتر بتاعتكم بتبقى يعني فاير وولز مش اللي هي قوي بتصد هجمات من الهاكرز والكلام ده كله لكن ما تبقاش طبعا متفوقه او بتعمل دراسات على الباكتس زي حاجه زي سيسكو اسا طبعا وبي اف سنس والكلام ده. الحاجات دي مش مصممه قوي للاستخدام المنزلي لكنها احيانا بيتم استخدامها في المنزل يعني لو انت جبت مثلا موديل قليل من فورتي نت فورتي جيت او جبت مثلا حاجه موديل قليل من بي اف سنس تقدر تستخدمه في البيت عادي جدا. يديك انا مثال تاني حاجه اسمها الموبل او البيئات الكمبيوتنج الصغنططه حاجه زي السمارت فونز والتابلتس سمارت هوم بقى وتابلتس ودلوقتي سمارت ووتشز. كل الكلام ده فيه فروقات بينه وبين اللابتوب العادي. الفروقات ايه؟ ان انا عمال اقلل فيه الريسورسز في مقابل الموضوع ده يبقى هاند هيلد يعني ايه ممكن امسكه في ايدي. الموبايل النهارده حجمه قد ايه؟ 6 سنتي مثلا كعرض وكطول مثلا نقول مثلا 12 سنتي ولا حاجه ما بقاش يعني حجمه كبير بس في المقابل طبعا كامكانيات بتقل مع تطور بتاع الشيبسيت النهارده حاجه زي سناب دراجون مثلا وكيرن بتاعت هواوي. طبعا ما نقدرش نقول الكلام ده يعني النهارده بنتكلم في كيرن 970 تعتبر اشد مثلا من حاجه زي كورت ديو طبعا باختلاف ان دي ريسك ودي سيسك فدي تقدر تعمل حاجات دي تقدر تعمل حاجات لكن انا شخصيا عن تجربه مثلا انا عندي الكيرن 970 بلعب عليها مثلا حاجه زي ببجي بتبقى احسن بكتير من الاي 3 اللي عندي في البيت. تخيل ان دلوقتي الموبايل بقى بيقدر يشغل اللعبه احسن من البروسيسور السيسك اللي في البيت. طبعا مع اختلاف ان في حاجات تانية بتشتغل على السيسك احسن لكن زي ما بقول لك يعني موضوع اتطور قوي في الموبايلات. بقى في اكسترا فيتشرز امكانيات زياده زي الجي بي اس والجيروسكوب اللي هو الجيوغرافيك بوزيشنال سيستم اللي هو بتاع النافيجيشن يعني والجيروسكوب اللي هو زي سنسور بيحدد مكانك من المحيط. وصلنا لحاجه زي الاوجمنتد رياليتي ودي تعتبر التكنولوجيا بتختلف شويه عن الفيرتشوال رياليتي لمن عايز يعرف الفرق بينهم. يعني الاوجمنتد رياليتي زي ما تفتكر كده في موبايلات السوني زمان اول ما نزلت ان انت ممكن تفتح الكاميرا ويجيب لك ديناصور كده بيتحرك على الارض او مثلا جوجل جلاس ان انت تبقى ماشي مثلا في الشارع وتبدا هي تقول لك ان في حد بيتصل قدامك قدام عينك وانت ماشي في الشارع شايف الدنيا عاديه خالص. فالنضاره دي بتضيف لك حاجات للواقع بتاعك يعني الواقع بتاعك موجود لكن بيظهر عليه حاجات زياده دي اسمها اوجمنتد رياليتي. نشوف برضو الاوجمنتد رياليتي النهارده فين تاني خلينا نفكر كده يمكن ده اللي حاضر في دماغي دلوقتي. يعني الاوجمنتد رياليتي الفيرتشوال رياليتي بقى ان هو يريبليس الواقع بتاعك بواقع افتراضي يعني يبقى مفيش اوضتك خلاص بقى في اوضه تانية مثلا او لعبه تانية انت بتتحرك جواها لكنها كلها فيرتشوال. بيقول لك كمان ان هي بتستخدم اي تي بي 802.11 اللي هو الواي فاي وبقى في كمان سيلولار داتا نتورك فور كونكتيفيتي اللي هو الجي اس ام او الموبايلات العاديه شبكه الكارير بتاعتك سواء كان بقى اورنج سواء كان فودافون مثلا تشوف انت ايا كان شبكتك. بيقول لك ان الليدرز هم الابل اي او اس وجوجل اندرويد دول اكبر اثنين اوبريتنج سيستمز النهارده. طبعا كان في زمان سيمبيان رحمه الله عليه ما كانش يعتبر سمارت فون قوي يعني سيمبيان كان نظام التشغيل كانت شغاله بيه نوكيا زمان وصل لبيه لغايه نوكيا 97 ووقفت على كده بعد كده بقى ايه اندرويد خد مكانها واي او اس طبعا موجود من زمان من ايام نوكيا فدول يعتبروا الليدرز الموجودين في السوق. يوديك بقى كده حاجه اسمها ديستريبيوتد انفايرمنتس يعني انفايرمنت موزعه. موزعه ازاي؟ بيقول لك ان هي كولكشن اوف سيبريت كمبيوترز او اكثر من نظام نظام كمبيوتر مع بعض شغالين في نتورك واحد سواء كانت بقى لان وان مان او بان. طب ايه الفرق بينهم؟ اللوكال اريا نتورك اللي هو المكتب بتاعك انت في الشغل مثلا او في البيت الراوتر اللي عندك في البيت ده لان. لو انت طلعت بيه على النت فانت كده دخلت في الوان خلاص. الوان هي ايه؟ الوايد اريا نتورك اللي هو الانترنت. المتروبوليتن عباره عن حاجه كده ان ذا ميدل يعني ايه اوسع شويه من اللان واقل من الوان. مدينتك مثلا او الحي اللي انت ساكن فيه يعتبر مان. ثالث او رابع حاجه عندي اللي هي البان اللي هي البيرسونال اريا نتورك اللي هو الكونكشن اللي بين موبايل سعادتك وبين مثلا سماعه البلوتوث اللي في ودانك. ده كده يعتبر ايه؟ بيرسونال اريا نتورك. ما حدش عارف يخشها غير سعادتك لان دي عباره عن بلوتوث بين سماعه البلوتوث بتاعتك والموبايل. طبعا خليني يعني اخضك شويه كل الكلام ده ينفع يتهك لا سيما كمان في البلوتوث تحديدا وممكن كمان انجكت داتا وحاجه يعني بسم الله ما شاء الله زي الفل.
Network operating system بي provide features between system across network. يعني أنظمة التشغيل اللي تدعم النتورك طبعا أغلبها إذا كانش كلها يعني بيستخدم النتورك النهاردة بتقلاوز إن إحنا exchange messages. ولك كمان إن من كتر الحاجات دي اتطورت بقى بتسبب illusion as a single system. يعني لو تعامل مثلا مع داتا سنتر في شركة ما تحس إن هي كمبيوتر واحد. سيف الحقيقة هي أنظمة تشغيل كتير جدا مع بعض. حاجة مقومة الريد وحاجة مقومة مثلا الباك اب سيستم وحاجة تانية مقومة ونفرض مثلا وفي ويب سيرفر عندكم في الشركة في داتابيس كل واحد من دول جهاز لوحده بس انت شايفهم في الاخر ايه سنجل سيستم بسبب التعاون اللي بينهم. هل ممكن يكون في نظام تشغيل مفهوش نتورك؟ طبعا في حاجة زي مين نظام التشغيل في العربيات مثلا عربيتك فيها بوردة والبوردة دي عليها نظام تشغيل بس مفهوش لا جي او اي ولا في نتورك ما بيتصلش بعربيات تانية حواليك الا طبعا لو انت جايب عربيه تسلا فانت ربنا معاك فاهم يعني عربيتك دي اصلا اشد الموبايل اللي معانا كلنا معايا. يدخلك بعد كده لحاجه هنا دمها خفيف جدا اللي هي كلاينت سيرفر. ايه موضوع كلاينت سيرفر ده؟ الكلاينت سيرفر من اسمه باين فيه ان هو في كلاينت وفي سيرفر يعني في حد زبون او كلاينت في حد اسمه سيرفر هو الخادم بتاعه. الفكره باختصار زي ما يكون عندك كده زي ما مرسوم سيرفر السيرفر ده كونكتد بنتورك والنتورك دي عليها كلاينت وكلاينت وكلاينت سواء كان بقى ديسكتوب لابتوب او سمارت فون كلهم بيكونكتوا على السيرفر ده سواء لاداء خدمه معينه او للحصول على شيء ما. يعني مثلا انت عندك حاجه زي الكمبيوتر سيرفر سيستم ده بيرفايد ان انترفيس تو كلاينت تو ريكويست سيرفيسز فور اكزامبل داتابيز. يعني ممكن احط هنا قاعده بيانات والديسكتوب ده مثلا بيخش يجيب داتا من عليها ويرجع تاني. ممكن مثلا تبقى فايل سيرفر زي مين ميديا فاير مثلا وجوجل درايف والكلام ده ما دي كلها سيرفرات انت بتخش عليها تحط داتا وتطلبها تاني في وقت اخر. فده مثال للكلاينت سيرفر. يمكن احسن مثال للكلاينت سيرفر يعتبر داتا سنتر او الستورج سيرفرز لان انت بتحط بيانات هناك وبتروح تطلبها فيما بعد. يعتبر الكلاينت سيرفر عكس حاجه تانية اسمها البير تو بير او الند للند ده انذر موديل اوف ديستريبيوتد سيستمز. في الند للند بقى او البير تو بير الموضوع بيختلف شويه. ليه؟ يعتبر اهم مثال او اهم اختلاف بين الكلاينت سيرفر والبير تو بير هو الريلابيليتي او الاعتماديه. لو السيرفر ده وقع لو واحد من السيرفرات دي وقع فانت كل اليوزرز اللي عندك وكلاينتس خسروا الكونكشن معاه عكس البير تو بير. في البير تو بير انا ما عنديش سيرفر وما عنديش كلاينت بيقول لك ان بوث كان انتراكت او بوث كان ديل السيرفر وكلاينت في نفس الوقت بيقول لك may each act as a client وسيرفر او الاثنين. بيقول لك ان كل نود ماست جوين بي تو بي نتورك يعني كل واحد من النقط دي بنسميها نودز لازم تخش على البي تو بي نتورك وممكن تسجل نفسها بطريقه من اثنين. عشان الكلاينت او السيرفر يخش على النتورك دي او عشان النود دي تشتغل بيحصل ايه؟ بيحصل يا اما بيكون في حاجه اسمها اللوك اب سيرفيس ده بتبقى زي بروتوكول كده بيتعاملوا بيه مع بعض بيبدا يسجل عليه حاجات اللي هو بيعرف يعملها. يعني على سبيل المثال كلاينت زي ده فنسميه مثلا نمبر 1 الكلاينت ده عنده ايه؟ عنده داتابيس. فلما يخش على النتورك دي جاي مسجل نفسه في اللوك اب سيرفيس يقول والله انا بعرف اعمل داتابيز يا اخوان انا عندي داتابيز. يجي كلاينت رقم 2 ده يسجل نفسه مثلا ان هو عباره عن ايه؟ ان هو عباره عن ويب سيرفر. فلما مثلا ولنفرض رقم 3 عايز ويب سيرفر فيقوم رايح مكمل مكلم 2 عايز مثلا يروح يتعامل مع داتابيز فيروح على 1 وهكذا. لو تاخد بالك كل بير من دول كونكت بكل دول مع بعض الستار كونكشن ده بيخليهم كلهم يكونكتوا مع بعض. او على سبيل المثال طريقه ثانيه عشان يتعاملوا بيها مع بعض هي طريقه البرودكاست. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش فيه بقى حاجه اسمها لوك اب سيرفيس يبقى كلهم كونكتد مع بعض ولما يحصل ان كلاينت رقم 2 مثلا بيدور على داتابيز يوم جاي رامي كده في النتورك ومسمع كل الاجهزه مره واحده ان هو عايز ايه داتابيز. اللي عنده داتابيز بقى يوم جاي رادد عليه على طول ونفرض مثلا ان هو الجهاز رقم 4 ده يوم جاي رادد عليه وقال له والله انا اللي عندي الايه انا اللي عندي داتابيز دي اتعامل معايا. Example excludes Napster ده زي موقع أغاني كده GNU Tela دي حاجة تبع GNU وفي طبعا أشهر مثال ليهم هو السكايب أو برنامج المحادثات سكايب يعتبر أشهر مثال للقصة دي لأنك في السكايب بتعمل كونكشن بين سعادتك وبين بير تاني عشان خاطر داتا تروح وتيجي. طيب بعد كده دخلك على حاجة تانية اسمها الفيرتواليزيشن والفيرتواليزيشن ده بقى إيه قصته كبيرة شوية. بيقول لك ده allows operating system to run application within other OS. يعني ايه الكلام ده؟ ساعتك تبقى فاتح كده الكمبيوتر بتاعك running windows وبقدرة قادر عندك window تانية جواه شغال فيها linux. طب تقول لي بقى الكلام ده بيتم ازاي؟ هقول لك قبل ما لما نخش ونفهم virtualization انا عايزك تفرق بين two main concepts حاجة اسمها emulation وحاجة اسمها virtualization. ايه الفرق بين ده وده؟ emulation هو ان انا اطوع البرنامج بتاعي عشان يشتغل operating system اللي عندي. بمعنى اصح انا دلوقتي running windows
running windows يعني ايه؟ يعني انا شغال بكرنل ويندوز، هتفهم instructions windows. طيب افرض انا بقى عندي برنامج لينكس وعايز اشغله، اعمل ايه؟ والله ممكن اجيب ايميوليتر. عارف انت تحس بالقصه دي فين؟ كلكم النهارده بيلعب ببجي، ببجي عندها حاجه اسمها تنسنت ايميوليتر. التنسنت ايميوليتر ده من اسمه هو ايميوليتر. اللعبه اصلا اتعملت لايه؟ اللعبه اتعملت لاندرويد، فعشان تشتغل على ويندوز محتاجه ايميوليتر. الايميوليتر ده بقى بيعمل ايه؟ يقوم جاي مترجم الانستراكشن بتاعت اندرويد لايه؟ الانستراكشنز ويندوز. اذا فهو عباره عن ترانسليتور بيترجم بس، ما بيتعاملش مع الهاردوير، بيتعامل مع مين؟ مع نظام التشغيل بتاعي، مع ويندوز برضو. اذا فانا بجيب الايميوليتر ده يبدا يترجم في النص، وده يديك تفسير بسيط ليه اللعبه احيانا بتبقى تقيله على ويندوز، اللي بيحصل عمليه ايميوليشن في النص. لكن عمليه بقى الفيرتشواليزيشن اللي هي العكس بتاعها، او مش العكس، التطور بتاعها، يعني ان انا اجيب اللعبه الاندرويد دي اخليها تشتغل مع الهاردوير على طول. طب ازاي ممكن اعمل حاجه زي دي؟ قال لك والله بجيب حاجه اسمها فيرتوال ماشين مانجر. زي مين؟ برنامج زي فيرتوال بوكس، برنامج زي في ام وير. البرامج دي بتعمل ايه؟ بتقوم جايه فاتحه لك كده نافذه صغيره جواها ممكن تران اندرويد، فانا هبقى مشغل اندرويد جوه ويندوز. بس اندرويد ده بيضرب فين؟ بيضرب في الهاردوير عدل، فياخد الريسورس بتاعته كلها. بتحدد له كده انت اماونت معينه من الهاردوير يتعامل معاها، فبالشكل ده لو انا شغلت الاي بي كي هي جواه تبقى اسرع. لكن طبعا عشان ابقى صريح معاك، الفيرتوال ماشين نفسها هتبقى بطيئه. فانت في الحالتين الموضوع بطيء، يعني مش هتحس ان انت لما تشغلها بالطريقه دي هتبقى لعبه مثلا ببجي اسرع. في الحالتين الموضوع بيختلف حسب الهاردوير بتاع سعادتك، لان حتى عمليه الايميوليشن هتبقى اسرع لو البروسيسور بتاعك سريع. لو انت عندك مثلا اي 9 ولا اي 7 فالايميوليشن مش هيفرق معاك حاجه عن انك تشغل فيرتوال بوكس مثلا. لا سيما كمان الفيرتواليزيشن لازم يكون مدعوم من بوث البورده والبروسيسور. لازم يكون عندك بروسيسور فيه فيرتواليزيشن. ما تجيبليش مثلا حاجه زي مين مثلا، كان اسمه اتوم، بروسيسور اتوم بتاع انتل. اتوم ده وان كور وملوش تهويه، فاكيد ما فيهوش فيرتواليزيشن، عمره ما هيشتغل عليه طبعا. اتوم ده بالمناسبه بروسيسور بنحطه في التابلتس، احنا كده ات سام بوينت حطيناه في اللابتوبات عشان كانت الدنيا صعبه شويه والدنيا كانت غاليه ايام ما الاسعار اللابتوبات عليت قوي، فبروسيسور الاتوم اتشهرت شويه. كانت هي والاي 1 بتاع الاي ام دي، بروسيسورين تعبانين جدا طبعا، فما تستناش من اي واحد فيهم يبقى فيه فيرتواليزيشن. على عكس طبعا حاجه زي اي 3 واي 5 واي 7، الحاجات العاليه دي دلوقتي ايه هي اللي فيها فيرتواليزيشن يعني. فيجي هنا يقول لك كتكمله يعني للفيرتواليزيشن دي، يقول لك هنا ان يوز كيسز انفولف لابتوبس اند ديسكتوبس رانينج مالتيبل او اسز فور اكسبلوريشن اور كومباتيبلتي. يعني ايه الكلام ده؟ بيديك هنا زي امثله ليه انا ممكن اشغل اثنين اوبريتنج سيستم مع بعض. فعلى سبيل المثال مثلا معايا ابل لابتوب، لابتوب مثلا ابل برو او ابل ماك اير مثلا، شغال بماك او اس اكس، بس انا عندي مثلا برنامج زي ايه مثلا، نفترض عايز برنامج يكون شغال على ويندوز بس، ايا كان برنامج اسمه اكس مثلا بيشتغل ويندوز بس، فانت عايز تشغله ضروري يعني. فبتقوم جاي عامل ايه؟ مشغل فيرتوال بوكس او فيرتوال ماشين مسطب جوه ويندوز ومسطب عليه البرنامج اللي انت عايزه. في حاله ثانيه ان انا بديفلوب ابس، يعني ايه مثلا؟ سعادتك بتديفلوب لينكس مثلا، فمش هتعرف تديفلوب لينكس على ويندوز، الكيرنل مختلفه. فبتقوم جاي عامل ايه؟ مسطب فيرتوال بوكس في ام وير حاطط جوه لينكس وشغال. برضه تلاقي القصه دي شويه لو انت عايز ديفلوب ابل، يعني ما ينفعش اشتغل بسويفت الا لو انت عندك نظام تشغيل ابل. سويفت بالمناسبه اللي هي لغه البرمجه بتاعت الماك. فلو انت مثلا بتديفلوب لموبايل ابس لايفون لازم يبقى عندك ماك، مفيش حل تاني. فهتقوم جاي مسطبه جوه فيرتوال ماشين وشاري النسخه من على ابل ستور، بالمناسبه ممكن تشتريها عادي وتسطبها والدنيا زي الفل. كواليتي اشورنس تيستنج، يعني انا بقى مثلا عايز اتست برنامج من غير يبقى عندي اكتر من اوبريتنج سيستم في نفس الوقت متسطبين على الجهاز، فاشغل منهم واحد فيرتوال بوكس واشتغل بيه الدنيا زي الفل. اكسكيوتنج اند مانجنج اند كومبيوت انفايرمنت وذ داتا سنتر، احيانا بحتاج ان انا انزل اوبريتنج سيستم تاني عشان امانج نوع معين من انواع السيرفرات في الداتا سنتر. يعني دي حاجات نادره قوي، يمكن يديك مثال بعد كده احسن، يعني حاجه زي في ام وير اي اس اكس وسيتريكس زين سيرفر. يعني لو حد فيكم تعامل مع بيئه العمل شويه يعرف ان سيتريكس زين سيرفر ده واحد من اهم اختراعات البشريه. ده عباره عن ايه؟ عباره عن زي سيرفر كده بينزل عند سعادتك على الجهاز بيخليك تشغل ابلكيشنز من على سيرفر تاني، مالكش انك تعدل عليها لكن ليك انك تشغلها بس. على سبيل المثال مثلا وليس الحصر، احنا شغالين في مكتب كله شغال بماك، اجهزه ماك كلها. ماك مثلا اللي هي الاجهزه الكبيره اللي هي الماك بي سي. فسعادتك دلوقتي او ماك ديسكتوب اسف. فساعتك عندك ابلكيشن ويندوز مش عارف تشغله، هل بقى هتسطب فيرتوال بوكس بقى والهري ده كله؟ قال لك لا، اخترعنا حاجه اسمها سيتريكس زين اب او سيتريكس زين سيرفر، بنشطبه على الجهازين اللي هو السيرفر نفسه بتاع السيتريكس والاجهزه كلها، وبكده كل الاجهزه الماك دي ممكن تشغل برنامج ويندوز ده عادي جدا، دبل كليك ولا كان في اي حاجه.
بيستخدموه اكتر في الكول سنترز تحديدا، يعني لو حد فيكم تعامل مع كول سنتر قبل كده او دخل وشاف السيرفرات جوه شغاله ازاي، فالسيتريكس ده حاجه اساسيه هناك ما عندوش يستغنوا عنه. يشرح لك هنا ازاي موضوع الفيرتشواليزيشن ده بيتم، فيقول لك ان انت المعتاد عندك هاردوير فيها كيرنل، لكن في حاله ان انت عندك فيرتشوال بوكس او فيرتشوال ماشين او فيرتشوال ماشين مانجر، بقى عندك هاردوير فيرتشوال ماشين مانجر وفي بقى في ام 1 و2 و3 وكل واحده منهم جواها ايه؟ جواها كيرنل مختلفه وكل واحده ليها البروسيس بتاعتها. كلام جميل. يدخلك بعد كده على كونسبت يعتبر يعني شبه الاخير بتهيألي، هو الكلاود كومبيوتر اخر حاجه. لا وفي حاجه كمان ريل تايم امبيدد. ماشي ما علينا. الكلاود كومبيوتنج ده بقى ايه قصته؟ بيقول لك ان ده بيدليفر كومبيوتنج وستورج وايفن مور ابس اكروس نتورك. يعني سيادتك قاعد في بيتك فاتح كمبيوتر ومأجر كمبيوتر في حته ثانيه، في سيرفرات بقى قايمه وقصه كبيره جدا في مكان ثاني انت بتتحكم فيه. بيقول لك ان هو اللوجيكال اكستنشن اوف فيرتشواليزيشن، وعلى فكره بيزد اون فيرتشواليزيشن. يعني ايه؟ يعني بدل ما سيادتك ما عندكش الكمبيوتنج باور العاليه قوي، ممكن تروح تجيب كلاود كومبيوتنج تحكم في كمبيوتر ثاني تعمل بيه بقى الشغل اللي انت عايزه. مثلا انت بتهندل مثلا كود ماتلاب كبير جدا، الكود على بعضه كله ما يعديش 50 ميجا، بس الناتج بتاعه هيبقى مثلا 40 جيجا، وانت عايز شويه نواتج بس في الاخر، عايز تعمل مثلا بلوتنج او رسم بياني طلع منه شويه نواتج. فبتروح تاجر زي مين مثلا؟ امازون اي سي 2، واحد من اهم الكلاود كومبيوترز الموجوده في الدنيا، عنده ساوندز اوف سيرفرز، الافات السيرفرات ومليونز اوف فيرتشوال ماشينز وبيتا بايتس اوف داتا، عندهم ستورج كبيره جدا. طبعا هي ايه؟ باي او ادفع حسب استخدامك، حسب انت استخدمتها في ايه. فتلاقي بقى في ثلاث انواع من التايبس بتاعت الكلاود دي، بابليك برايفت وهايبرد. يعني ايه؟ البابليك هي حاجات افيلبل اونلاين للناس كلها لاي حد عايز يدفع، انما البرايفت دي بتشغلها كومباني صالحها، يعني كومباني كده بتجيب شويه كمبيوترات شغاله كلاود مع حالها. والهايبر طبعا موجود فيها بابليك وبرايفت حسب انت ايه شركتك ماشيه ازاي. فيقول لك ان في ثلاث ليفلات للكلاود كومبيوتنج، الساس والباس والاي اس. الساس اللي هو السيرفيس، اسف، سوفت وير از ا سيرفيس. الباس هو بلاتفورم از ا سيرفيس، والانفراستراكشر از ا سيرفيس هي الاي اي اس. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هو قدرتك على التحكم في الكمبيوتر التاني، بتتحكم في حاجات قد ايه منه. يمكن عشان اوضح القصه دي خلينا كده لو ادلكوا صوره معينه من مايكروسوفت ايذر اللي هو كان او ايجر زي ما بيقولوا، ده كان كلاود كومبيوتنج بروجكت كانت عباره عن مايكروسوفت، يوضح لك قوي موضوع الايه الساس والباس والاي اس ده. تعال نبص عليه بصه كده. بص هنا كده مايكروسوفت ايزر اي اس باس ساس، تلاقي في صوره زي دي مثلا. يا رب اتحمل بس تمام، دي بس تفتح بشكل كبير شويه. تمام، ده الاو اس الاون بريمسز، ده اللي موجود عند مايكروسوفت. انت بقى لو انت شغال اي 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 اس يعني انفراستراكشر از سيرفيس، انت تتحكم في الاوبريتنج سيستم، الميدل وير، ران تايم، الداتا والابلكيشنز. لو انت شغال بلاتفورمز فانت عندك داتا وابلكيشنز بس اللي ممكن تغيرهم، الباقي ده كله بتاع مايكروسوفت. طب لو انت عندك سوفت وير از ا سيرفيس، مايكروسوفت بتهندل كل حاجه، انت بس بتقول لهم ايه هو السوفت وير اللي انت عايزه ليس الا. اذا فده الفروقات كده او ليفلات الكلاود، انت تتحكم في حاجات قد ايه، هي دي بس المعيار بتاعها. طيب انتقال للسلايد اللي بعديه، يقول لك ان كلاود كومبيوت انفايرمنت كومبوز اوف تراديشنال او اس بلس في ام ام بلس كلاود مانجمنت تولز. يعني ايه؟ سيادتك عندك اوبريتنج سيستم عاديه جدا، عندك فيرتوال ماشينز، وعندك كلاود مانجمنت تولز، يعني تولز بتهندل موضوع الكلاود كومبيوتنج ده. فتلاقي على سبيل المثال الانترنت وفي كلاود اهو كاستمر انترفيس، فبيجي من الانترنت الراجل الكاستمر يخش على الكلاود كاستمر انترفيس، الواجهه الرسوميه بتاعته بقى وايا كان الشكل بيتحكم فيه، يخش بعد كده على الفاير وول ومنه على حاجه اسمها اللود بالانسر. طبعا الفاير وول ده عشان يحمي السيرفرات اللي جوه، اللود بالانسر ده بيبقى حاجه كده ليها علاقه بالنتورك، بتوزع الحمل على كل السيرفرات. بستخدمها امتى؟ في بعض الاحيان مثلا تلاقي حاجه زي خلينا نبص بصه كده على مين مثلا. ماشي ميديا تك، لا مش ميديا تك، كان اسمه ايه؟ راوتر او اس لود بالانسر اعتقد، على حد ما انا فاكر. ايمجز ده مثلا مثال لمايكرو تك. المايكرو تك ده نوع من انواع النتورك ديفايسز، شركه مايكرو تك هي اللي عامله الراوتر او اس، يعتبر يعني اللي بيستخدموه في اغلب الاحيان في الشبكات الصغيره مش الكبيره. مايكرو تك ما اقدرش اعتمد عليه قوي يعني كاجهزه، بنسميها البسكوته في النتوركينج. ما علينا، هو بيعمل حاجه اسمها لود بالانسنج. يعني ايه لود بالانسنج؟ سيادتك مثلا عندك خطين انترنت كل واحد منهم مثلا 4 ميجا،
فانت مش عايز جهاز من دول يسحب الثمانيه كلهم، فبتعمل حاجه اسمها لود بالانس، يعني ايه؟ يبدا يوزع كده اللود على كل واحد منهم، ده واخد مثلا 100 ميجا، ده واخد 100 ميجا، ده واخد 100 ميجا، وهكذا. نخش هنا بعد كده على الكمبيوتنج انفايرمنتس اللي هي الريال تايم امبيدد سيستمز. ايه بقى قصتها دي؟ يقول لك هنا ان الريال تايم امبيدد سيستمز دي ار موست بريفالنت فورم اوف كمبيوترز. خليني كده اقول لك ان الامبيدد سيستمز دي هي تتمثل في برد العربيات كاكثر مثال شائع ليها. برضه العربيات بقى واي حاجه فيها انجن مش محتاج يعمل حاجه غير ان هو يهندل الموتور، فسميها كده ريال تايم او اس. يعني ايه؟ حاجه لازم تفضل بتمونيتور كل فسفوسه في الموتور بتاعك طول ما انت شغال، درجات حراره السنسورز، درجات حراره ال اسمهم ايه الحاجات اللي هي تحط في الموتور دي عشان تشغل الاشعاع اللي اسمها ايه، استنى افتكر، بوجيهات. البوجيهات هي دي، لازم برضو يمونيتور البوجيهات وتشوف بتشتغل قد ايه وبتطفي قد ايه، درجه الحرق ودرجه حراره الموتور، سرعه لف الفلاي ويل بتاع الموتور نفسه والعجل والبريكس، كل ده بيتحكم في مين؟ البورده اللي موجوده بتاعت العربيه. احيانا بيبقى ليها اوبريتنج سيستم واحيانا لا. تقول لي ايه ده، هو ممكن هاردوير يشتغل من غير اوبريتنج سيستم؟ هقول لك بيبقى اغلب الشغل انتجريتد سيركت، يعني ايه؟ في شبايه كده عليها وحايد وصفار بتعمل كذا لما يحصل كذا بس. زي ايه مثلا؟ زي لو حصل ضغط معين على الاكسدام من قدام افتح الايرباكس. طبعا بيقول لك هنا البروسيسنج ماست بي دان وذين كونستريند، لازم يحصل في حاجات بسيطه جدا. تخيل معايا لو كان نظام التشغيل بتاع العربيه مثلا بيهنج لما تتخبط مثلا، عربيه ايه ممكن تكون كانت مشغله اغاني على البروسيسور، فعشان الاغنيه مثلا ولا الفيديو انت مشغله 4K فالجهاز مسحوب الامكانيات بتاعته، فانت لما عملت حادثه اخد وقت عشان يفتح الايرباكس، كنت ساعتك اتكلت على الله بعد الشر يعني. فلا طبعا دي حاجه لازم تحصل في ساعتها. فبيقول لك correct operation only if constraints met، يعني لو حصل ان في ضغط معين حصل على الاكسدام من قدام افتح الايرباكس خلاص، ما فيهاش حاجه ثانيه، لازم تفتح في اقل من الثانيه. فده كده مثال برضو للريال تايم امبيدد سيستمز او الحاجات اللي شغاله على طول يعني. طيب بالمناسبه برضو الحاجات دي موجوده في السمارت ابلاينسز زي الثلاجات والبوتاجازات اللي في البيت، اللي هي بتاخد اجراءات احيانا لو حصل مثلا ان في حاجه مثلا سائل انسكب على واحد من الشغاله بتاعت البوتاجاز فبتقفل في ساعتها. طبعا ما بتبقاش حاجه باوبريتنج سيستم، بتبقى اغلبها انتجريتد سيركت ان وجدت يعني. احيانا اغلبها بيبقى فيزياء او ميكانيزمز، بس لو حصل ان ضغط الغاز ما بيعديش من هنا في مثلا نوع معين من انواع كان بيسموها ايه تقريبا فينشويز او حاجه زي كده بتوقف ضغط الغاز وخلاص، دي كلها حاجه فيزياء يعني ما فيهاش اوبريتنج سيستم قوي. ممكن في الثلاجات تلاقي القصه دي، ما علينا يعني. بيقول لك هنا اخر حاجه الاوبن سورس اوبريتنج سيستم. زي مين؟ عم لينكس وعم بي اس دي والحاجات دي كلها، دي كلها اوبن سورس. يعني ايه موضوع الاوبن سورس؟ بيقول لك ان الاوبن سورس اوبريتنج سيستمز هي انظمه تشغيل خلت الكود بتاعها، الكود البرمجي بتاعها متاح اونلاين، عكس الباينري بتاع مايكروسوفت. مايكروسوفت اخرها باينري، عايز بقى توصل لاي حاجه في الاوبريتنج سيستم نفسها بتعمل ريفرس انجينيرنج بقى، وده علم تاني مع حاله. لكن حاجه زي لينكس باي ديفولت عرضه الاوبريتنج بتاعها سورس كود كده ايه اونلاين لكل الناس، ممكن حد يخش يتحمله يعني. وبيقول لك هنا ان ده عكس مبدا الكوبي بروتكشن او الدي ار ام. الدي ار ام اللي هي ديجيتال رايتس مانجمنت، اللي هي لما كنت تشتري مثلا زمان البوم اغاني مثلا ما كنتش عارف تنسخ اللي عليه، ده بسبب الدي ار ام. بيبقى زي نوع معين كده من انواع السيجنتشر بتحط على الاسطوانات بحيث ان انت ما تعرفش ايه تسحب داتا اللي عليها. طبعا احنا اشباح وبنعرف نسحب اي حاجه يعني، فالدي ار ام دي كانت شغاله يعني. لما جه لينكس او لما جه الاوبن سورس اوبريتنج سيستمز عموما، لان هي بدات قبل لينكس اصلا، بدات من ايام الجي ان يو بروجكت اللي بداه ريتشارد ستيلمان الراجل اللي عمل السي بروجرامنج، طبعا ده شغل قديم قوي. شال موضوع الكوبي رايتس ده، عمل حاجه اسمها كوبي ليفت اللي هي جي ان يو بابليك لايسنس، ممكن تخش على النت حتى تبص عليها لو عايز يعني. هي عباره عن لايسنس كبيره جدا، ممكن تخش تكتب حتى جي ان يو بابليك لايسنس لايسنس انتر، هتلاقيها موجوده اونلاين. تخش على جي ان يو نفسه تقعد بقى تقرا ايه اصلا الصلاحيات بتاعتك عباره عن ايه، دي اللايسنس كلها ممكن تخش تقراها. هي كل حاجه عكس الدي ار ام، فاهم يعني؟ انت من حقك تعدل على السوفت وير، من حقك توزعه، وحاجه بسم الله ما شاء الله ايه فرح يعني. بيقول لك هنا اكزامبلز انكلود جي ان يو لينكس، يعتبر مثال الاوبن سورس، بي اس دي، وحتى الاو اس اكس الاصل بتاعه كان اوبن سورس، يعني الاصل بتاعه جاي من يونكس، يونكس سورس كود بتاعه موجود اونلاين، فعباره عن يونكس معدل يعني. بس طبعا ابل ما عرضتش السورس كود النهائي على النت يعني. بيقول لك كان يوز في ام ام لايك في ام وير بلاير وزي فيرتشوال بوكس، طبعا هقدر استخدم الفيرتشوال ماشين مانجر على اي اوبريتنج سيستم بيسبورت القصه دي زي لينكس وبي اس دي، ويوز تو ران جيست اوبريتنج سيستم فور اكسبلوريشن. يعني مثلا لو انت شغال لينكس ترن جواه بقى ويندوز، ترن جواه لينكس تاني، ترن جواه او اس اكس، ترن جواه اندرويد، اي حاجه بتشتغل اوبريتنج سيستم رنها جواه والدنيا زي الفل. الحمد لله وصلنا لاخر التشابتر، الحمد لله على السلامه. اتمنى تكونوا فهمتوا اي حاجه، لو في اي استفسارات ما تقدرش تبعتها لنا تحت امرك في اي وقت. شكرا جدا للمتابعه ودمتم سالمين.